في بعض الأشخاص تقول الحمد لله أنا حياتي جيدة ممتازة، ولكن أحس أن ما عندي هدف في الحياة، ما أعرف إيش هدفي في الحياة. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست نفس. أنا سماح العثمان، مدربة في السلام الداخلي ومدربة لتقنيات العلاج في مجال الفكرة. أول ما بدأت تقريبا في عام 2017 كان مفهوم الكوتشينج أو التدريب أو جلسات تدريب الحياة أو تطوير الأهداف لسه جديدة أو غريبة على البعض، أنه كيف وليش أحتاج شخص معي يدعمني ويساعدني ويوجهني. ولكن في السنتين الأخيرتين اختلف الوضع شوي، الناس صارت أكثر وعي، صارت أكثر حرص على صحتها النفسية، خصوصا بعد فترة كورونا الصعبة الناس صارت تبحث عن حلول تساعدها، والحمد لله الفرق الآن جدا كبير عن السابق. الآن زادت أعداد المدربين وأيضا أعداد الأشخاص المستعدة للتغيير. طيب، في كثير أشخاص تسأل إيش الفرق بين مدرب الحياة اللايف كوتش والمعالج النفسي أو الطبيب النفسي؟ إذا أنا عندي مشكلة أروح لمين؟ في هذه الحلقة حبيت أني أوضح لكم دور كل جهة حتى أساعدك بشكل أكثر ونوعي الناس أكثر بأهمية الصحة النفسية، وأيضا أهمية أنه يكون شخص معك داعم لك في رحلتك. خذوا نفس عميق وخلونا نبدأ. بالرغم من أن عملية الكوتشينج والعلاج النفسي تتشابه بعض الشيء، وفي ناس أحيانا تخضع لهم اثنينهم، يعني تاخذ جلسات كوتشينج وتاخذ جلسات علاج نفسي، ولكن في عوامل أساسية لازم نكون منتبهين لها عند اختيارنا لأي طريقة احنا نختارها. أول شيء من المهم أنك أنت تحاول تنظر لما بداخلك. وإذا دائما تذكرون احنا نقول انه في هذا البودكاست بودكاست نفس نسلط الضوء على المشاعر اللي بداخلنا، يهمني توصلك هذه الفكرة، ويهمني انك لما تحس بأي شعور سلبي او مشكلة او هدف غير محقق او اي شيء في حياتك، حاول تنظر للسبب الداخلي وتكتشفه قبل ما انك تنظر للأسباب الخارجية. طيب، فإذا حاول انك تنظر لما بداخلك، وحاول انك تعرف ايش المشكلة وكيف تبي المختص يساعدك، يعني إيش هو هدفك. أقصد أنك تعرف إيش الشيء اللي تبي تشتغل عليه. عندك مشاكل عائلية، عندك مشاكل في الوزن، عندك مشاعر ضيق وأفكار سلبية، عندك أهداف صعب تحققها، عندك مشاكل في الدوام، عندك مشاكل في النوم، ما تعرف كيف تتعامل مع أطفالك. ضروري تحدد الشيء اللي أنت تبغى تشتغل عليه حتى تعرف المختص اللي يقدر يقدم لك الخدمة الصحيحة. يقول دكتور كارل يونغ وهو طبيب نفسي: سوف تتضح رؤيتك فقط حين تنظر إلى قلبك. من ينظر إلى الخارج يحلم، ومن ينظر إلى الداخل يستيقظ. النقطة الثانية المهمة: توقف عن استشارة الآخرين. أقصد إذا عندك مشكلة تعاني منها من فترة طويلة وتعاني تقدمك في الحياة، فالموضوع أكبر من أنك تستشير صديق أو أخ أو أم أو أب، الموضوع يحتاج مختص. وكل شخص عنده رحلة الخاصة في هذه الحياة، رحلاتنا لا تتشابه، لذلك لازم تتأكد من المصدر اللي تأخذ منه الحل. مثلا عندك مشاكل في النوم وصديقتك أيضا عندها مشاكل في النوم، صديقتك راحت للدكتور أو راحت للطبيب وعرضت مشكلتها، أعطاها دواء وبدأت تستمر عليه ولاحظت تحسن، فطلبتي مساعدتها، قالت لك خلاص أوكي خذي هذا الدواء جربيه، الدكتور أعطانيه وبتستفيد أن استمري عليه لمدة 10 أيام مثلا. استمريتي على هذا الدواء، ولكن فجأة صار عندك نبضات، زيادة في نبضات القلب، اضطرابات، صرت تحسين أنك متوترة. إيش اللي صار؟ اللي صار أنه أنت وياها نفس المشكلة، أنت وياها نفس الحل، ولكن الظروف تختلف. اللي يناسب غيرك ممكن ما يناسبك، لذلك الطريقة الصحيحة أنك تروح للمصدر الأساسي، يعني بمعنى أنك تروح للطبيب اللي راحت لصديقتك حتى يساعدك في حل المشكلة. فإذا دائما احرص أنك أنت تتوجه للمصدر أو الشخص المختص حتى يقدم لك المساعدة بشكل صحيح. ثلاثة، وهي نقطة موجودة كثير عندنا: المكابرة أو الإنكار. فلان حاول أنك يعني أطلب المساعدة من أحد، أنت تعاني من هذه المشكلة، يقولك لا 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 أنا ما فيني شيء، ما عندي هذه المشكلة أصلا، وينكر وهو قاعد يشوف أن هدفه ما يتحقق.
أو عنده مشاعر سلبية تجاه نفسها، استعين بشخص لا 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 أنا ما فيني شيء. يعني أنا كم مرة أقول لأشخاص أعرفهم أنصحكم أنكم تروحون لللايف كوتش أو أنصحكم أنكم تروحون لمعالج نفسي، أوكي يقول لي لا 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 أنا ما فيني شيء، الموضوع بسيط يعني ما يبي له دكتور عادي. فلا ننكر إذا إحنا عندنا مشكلة حتى لو كانت بسيطة، إذا هذه المشكلة بسيطة إحنا ما إحنا قادرين نحلها، خلي شخص ثاني يحلها عني، خليه يساعدني. أحب أقول لكم يا أصدقائي إن الحياة أقصر من أنك تتعلمها لوحدك، لذلك اتخذ لك معلم وداعم لك. طيب إيش الفرق بين اللايف كوتش والطبيب النفسي؟ يعرف الاتحاد الدولي للتدريب ICF وهو أحد المنظمات المعتمدة لإعطاء شهادات أو لمنح شهادات للمدربين، يعرف التدريب بأنه الشراكة مع العملاء في عملية إبداعية ومحفزة للتفكير تلهمهم لتحقيق أقصى قدر من إمكاناتهم الشخصية والمهنية. يعني باختصار الكوتش يساعدك ويوجهك لإيجاد المشكلة والبحث عن الحلول من خلال إجاباتك، يعني يساعدك تستخرج إبداعك الداخلي وحلولك الداخلية اللي أنت بنفسك ما تقدر توصل لها. طبعا معظم المدربين عندهم تخصصات أو يعني يتوجهون لاختيار تخصصات تناسبهم، مثلا في مدربين لنزول الوزن، في مدربين للعلاقات والانفصال، في مدربين لإدارة ضغوطات الحياة، في كثير تخصصات للمدربين، كل مدرب يختار التوجه اللي يبغى يساعد فيه الناس ويكون اهتمامه. ومن الجانب الآخر فإن الطبيب النفسي لما نجي نقارنه مع اللايف كوتش، الطبيب النفسي يعمل بمنهج سريري قائم على علاج الاضطرابات النفسية أو العقلية المدرجة بالدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، مثلا حالات الاكتئاب، ثنائي القطب، اضطرابات الأكل، اضطرابات النوم، نقص التركيز والانتباه وغيرها من الحالات اللي يكون سببها عضوي ويحتاج لتدخل طبيب وأدوية حتى يتم علاجها. فيركز الطبيب على الصحة العقلية بينما يركز الكوتش على نمط الحياة. الأطباء متخصصين في الصحة العقلية وعندهم تدريب معتمد في الرعاية الصحية ويحتاجون إلى ترخيص لممارسة هذه المهنة، بينما اللايف كوتش يحتاج لدراسة مهارات التدريب أو الكوتشينج والحصول عليها من جهة معتمدة حتى يمارسها بدون ترخيص، يعني يقدر يمارس هذا الشيء فقط أنه يتدرب على هذا الشيء ويحصل عليها بشهادة. طبعا في بعض الحالات يكون اللايف كوتش بنفس الوقت معالج نفسي، يعني يكون دارس سيكولوجي وبنفس الوقت يكون لايف كوتش، فهو يكون عنده تخصص علمي وأيضا شهادة أنه هو مدرب فيكتسب المهارتين. طيب يركز اللايف كوتش زي ما قلنا على بناء نمط حياة جديدة، وضع خطط لأهدافك، يساعدك للوصول لها بطريقة مختلفة، بينما يركز الطبيب النفسي على علاجات حوارية أو دوائية مختلفة قائمة على الأدلة حتى يساعدك تفهم وتميز السلوك اللي أنت تقوم فيه وكيف ممكن تتخلص منه. يعني باختصار شديد لما نبغى نتكلم عن اللايف كوتش أو المدرب، المدرب يساعد الأشخاص اللي في الأساس حياتهم جيدة، أوكي؟ ولكن يبغون يصلوا لأهداف معينة أو عندهم مشاكل بسيطة تعيق تحسين حياتهم أو تطور حياتهم. فإذا الأصل الأشخاص اللي يتعاملوا مع اللايف كوتشز أن حياتهم جيدة ولكن تحتاج لتحسين. أما الطبيب النفسي فهو يعالج مشاكل عند الناس تمنعها من أنها تستمر في حياتها، مثل المخاوف، مثل الاكتئاب، مثل الصدمات، مثل اضطرابات النوم، الأكل، القلق إلى آخره. بحسب الجمعية الأمريكية لعلم النفس هناك 5 معايير تدل أنك بحاجة لزيارة الطبيب أو المعالج النفسي. 1- إذا كانت المشكلة تأخذ من تفكيرك أكثر من ساعة خلال اليوم، يعني الموضوع اللي أنت تفكر فيه يشغل بالك أكثر من ساعة في اليوم. 2- إذا كانت المشكلة تخلي الشخص يتفادى الآخرين، ممكن ينعزل عن الناس، ينعزل عن الاجتماعات، يفضل أنه ما يواجه الآخرين. 3- إذا كانت المشكلة تؤثر بشكل سلبي على جودة حياة الإنسان. 4-
إذا كانت المشكلة تؤثر على علاقاتك، عملك، عائلتك والناس من حولك. يعني مثلا تخاف أنك تركب طيارات أو تخاف أنك تركب سيارات، فبالتالي ما تركب مع أصدقائك، ما تركب مع عائلتك، تفضل أنك تنعزل في البيت فأهلك يضايقون، أو أي شعور ثاني يؤثر على علاقتك بالآخرين تحديدا أصدقائك وأهلك ومن حولك. 5، إذا كانت المشكلة تخليك تغير أمور في حياتك عشان تتعود على هذه المشكلة، مثلا مشاكل الرهاب الاجتماعي والقلق اللي تمنعك تحضر مناسبات، اجتماعات أو تسافر، الأفضل طبعا أنك تتوجه للطبيب يساعدك في حل هذا الشعور حتى ترجع تمارس حياتك بشكل طبيعي. ومن الممكن أنك تستعين بكوتش أثناء رحلتك مع الطبيب بحيث يعمل على تشجيعك وتحفيزك للوصول لهذا الهدف المطلوب. طيب لو أنا ما أعاني من هذه المشاكل كيف بستفيد من الكوتش؟ خليني أشاركك 6 فوائد لوجود لايف كوتش أو مدرب معاك في رحلتك. 1، التركيز على مشكلة أو موضوع واحد، خصوصا لو عندك أكثر من موضوع متشتت فيهم. 2، رح يكون معك شخص يحفزك ويدعمك، ولا تستهين أبدا بهذا الشيء. لا تقول أنه يعني معقولة أخذ جلسات وأستثمر في فلوسي ووقتي بس عشان أحد يقول لي يلا برافو للأمام. إي نعم، يا مناس أخذت عندي جلسات كانت تعتقد أنها ضايعة وفاشلة وما تقدر تحقق أهداف، وبمجرد ما أخذنا جلسات اللايف كوتشينج وعرفت نقاط قوتها ونقاط ضعفها واشتغلنا عليها، قدرت بفضل الله ثم بفضل هذه الجلسات أنها تحقق أهدافها وتوصل لها. فلا تستهين أبدا 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 بالدعم. 3، راح تكون أكثر وعي بنفسك، بمشاعرك، بنقاط قوتك وبنقاط ضعفك. وألاحظ هالشيء أيضا بعد رابع جلسة كوتشينج معاي أو جلسة TFT، أن الشخص يجيني يقول لي تدرين سماح، لحد طلع عندي هذا الشعور، أمس صار لي هذا الموقف وحسيت كذا كذا كذا، أو اليوم اشتغلت الصباح وأنا أكتب طلعت لي هذه المشاعر كذا وكذا. فأفرح لأن الشخص صار عنده نيو مايندسيت، صار عنده طريقة تفكير جديدة. أول كان يحس بالشعور بس ما يعرف من وين جاي وما هو واعي له وما هو عارف ليش. الآن لا، اختلف الوضع، يشعر بالشعور، عارف مصدره، عارف كيف ينظفه وعارف كيف يحرره. فالوعي بالمشاعر جزء جدا كبير في حياة الإنسان. 4، أيضا المدرب راح يساعدك على اكتشاف هدفك أو رسالتك في الحياة. في بعض الأشخاص تقول الحمد لله أنا حياتي جيدة ممتازة، ولكن أحس أن ما عندي هدف في الحياة، ما أعرف إيش هدفي في الحياة. فمدرب الحياة دوره أنه يساعدك في أنك تحدد هدفك أو رسالتك في الحياة. 5، توضيح ما يجعلك تشعر أكثر بالسعادة والرضا. في بعض تمارين الكوتشنج إحنا نساعد الشخص فيها أنه يكتشف الأمور اللي تزيد البهجة عنده أو تزيد السعادة عنده، فبالتالي يركز عليها. أيضا يساعدك اللايف كوتش أنك تزيد ثقتك بنفسك، ممكن تتخلص من صدمات الماضي أو صدمات الطفل الداخلية بحسب تخصص هذا اللايف كوتش. إذا بالرغم من اختلاف طرق العلاج عند الطبيب أو الكوتش، إلا أن الهدف الأساسي والرئيسي هو وصولك لمرحلة التوازن الداخلية. لذلك احرص أنك تجلس مع نفسك، تشوف إيش المشكلة اللي أنت تعاني منها، وحاول تشوف المعايير 5 اللي أنا ذكرتها هل تنطبق عليك. إذا لم تنطبق عليك، حاول تشوف كيف ممكن اللايف كوتش يقدر يساعدك. طيب في سؤال يجيني كثير على الانستغرام، سماح في كثير الآن مدربين، كيف أختار المدرب المناسب لي؟ صحيح في كثير مدربين، بس مشكلة المدربين يناسبونك. نصيحتي لك أنك تتابعه في وسائل التواصل الاجتماعية، اسمع فيديوهاته، اسمع أسلوبه، حاول أنك تكون ذكي في تحديد طريقة هذا المدرب. هل هذا المدرب يعتمد على التشجيع؟ هل هذا المدرب يعتمد على الانتقاد؟ هل هذا المدرب يعتمد على كل مدرب له طريقته وله أسلوبه. الأهم أنك أنت تشوف هل هذه الطريقة تناسبك؟ هل تشعر بالراحة لما تشوف هذا الشخص؟ هل تشعر أنك مرتاح بالحديث معه؟ إذا نعم، احجز استشارة معه وجرب أنك تاخذ جلسة حتى تستفيد من هذا المدرب. زي ما ذكرت، حاولوا أنكم تستفيدون من المعلومات الموجودة في هذه الحلقة،
ولا تتردد أبدا في طلب المساعدة من المختصين. صحتك النفسية هي رقم واحد. إذا أعجبتك هذه الحلقة شاركها مع شخص يحتاج يسمعها وممكن تفيده، ولا تنسى أنك تضع لي تقييم على البودكاست 5 نجوم حتى تشجعني وتساعدني. صح أنا لايف كوتش أشجع الناس، بس كمان أحتاج دعمكم ومساعدتكم، لذلك تشجيعكم يخليني أستمر أكثر وأكثر وأكثر. وفي الختام خلونا نسأل الله يساعدنا على التوازن ويسخر لنا الناس الطيبة والمحبة اللي تساعدنا نتوازن، وخلونا نسأله سبحانه إنه يزيل كل همومنا صغيرها وكبيرها، وإنه يعيننا على رحلتنا في هذه الحياة. ألقاكم في الحلقة القادمة في أمان الله.